السلام عليكم. السلام. الحمد لله على سلامتك. شلونك ابوي؟ بشرني عنك. بخير الحمد لله. عساك طيب. شلون امي هشام وعياله؟ واحمد شلونه؟ احمد شلونه؟ الحمد لله على سلامته. ولا الباقي يهون. كل مشكلة في الحياة لها حل. كل مشكلة في الحياة لها حل. الموضوع ما يطمن يا سعادة. لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. يمكن صدمة نفسية أو موقف قوي أثر عليه. بعدين تطمن يا أبوي، المستشفيات النفسية مالي البلد. بكل لفة وشارع تلقى لك مستشفى. وإن شاء الله ما عليه خوف. سعد، لا تكذب علي يا سعد. يا ولدي انا ما شاب راسي وانا ادور لك على وظيفه علشان اجي والقاك مع عمال اقل منك بكثير. لا يا ابوي، لا لا، ما في أحد أقل من أحد، كلنا بشر. أنت أكبر من كذا يا سعد. يا أبوي يا يبا، أرجوك فهمني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. مو بشغلك وش تشتغل وش عندك وش تملك. أنت مهندس يا ولدي، أنت مهندس، عارف ايش معنى كلمة مهندس؟ سم مالك للي يرضيك، بس ارجوك خلني على راحتي، ترى انا مرتاح كذا. مرتاح على هالشغل ولا على هالعمالة يتوزع؟ اشوفهم انا من يوم جيت من هناك وانا اشوفك تنزل عمال كل واحد مركن المزرعة يا مهندس. اسمع يا ولدي، شغلك بهالشركة ما جاز لي. عامل وانت مهندس، ان كان عندهم وظيفة مهندس انت تستمر عندهم، وان كان ما عندهم وظيفة مهندس تجي نقدم لك. قل ان شاء الله. ابشر ان شاء الله يا ابو ولدي. انتبه ليدك، انتبه ليدك. يعني مصر تشتغل عام؟ انا لله وانا اليه راجعون. تعال اسحبها.